أخبار اليوم. في إطار جهود وزارة الداخلية المبذولة بمجال تحديد وملاحقة العناصر الإرهابية بمختلف اتجاهاتهم والمطارتين في تنفيذ الأحداث الأخيرة والتي أودت بحياة العديد من شهداء الواجب، وكان من بينها حادث الهجوم المسلح الذي استهدف الشهيد ملازم أول محمد حامد معاون مباحث قسم شرطة حلوان وسبعة من قوة القسم في مايو الماضي. فقد تم منذ وقوع الحادث تشكيل مجموعات عمل ميدانية بمشاركة كافة قطاعات الوزارة اطلعت بوضع خطة بحث واسعة النطاق اعتمدت في أبرز محاورها على تجميع المعلومات من مختلف مصادرها وتتبع خط سير هروب الجناة، وأثمرت نتائجها عن تحديد هوية مرتكبيه والذين تبين أنهم مجموعة من العناصر الإرهابية المعتنقة للأفكار التكفيرية، وهم عبد الله محمد شكري إبراهيم اسم حركي أبو خديجة، وليد حسين محمد حسين، مصطفى طلعت طلعت أحمد اسم حركي عبد الله، محمد عبد الهادي محمد، محمد إبراهيم حامد محمد اسم حركي صبري، الحارس عبد الرحمن أبو سريع محمود اسم حركي حازم، إبراهيم إسماعيل إسماعيل مصطفى اسم حركي سالم. أسفر التعامل الأمني مع هذه العناصر عن ضبط الأول عبد الله شكري واثنين من دوائر ارتباطات عناصر التحرك، وهما أحمد سلامة علي عشماوي اسم حركي أبو حمزة ومحمود محمد عبد التواب، حيث كشفت جهود البحث عن تورط العناصر المشار إليها في الحادث مستخدمين سيارة نصف نقل تم ضبطها قاموا بسرقتها بالإكراه من المواطن طوبى عبد الملك عقب قتله. أنا اسمي عبد الله محمد شكري إبراهيم، مواليد 24/1/1987، ساكن في عين حلوان في شارع مسجد الرحمن. أنا التزمت سنة 2009 وكنت ملتزم بالفكر السلفي، زلت ملتزم لغاية 2014 بالفكر السلفي. جيت اتعرفت على محمد جابر ووليد حسين وأقنعوني بالفكر الجهادي. في 2016 تم الإفراج عن وليد حسين من قضية الظواهر، وجالي واتكلم معايا تاني عن الفكر الجهادي، وقال إن إحنا بنخطط لضرب ميكروباص حلوان اللي هو بتاع المباحث. فمن ضمن التخطيط اللي خططوه حازم وابراهيم وعبد الله راحوا سرقوا عربيه ربع نقل اللي كان لونها احمر، وراحوا رشوها باللون الابيض، وهو بدا يجمع سلاحه. وجينا تجمعنا في يوم الحادث يوم الخميس، وضلنا منتظرين العربيه ما خرجتش، وكان في محمد عبد الهادي كان بيبص عند اسم العربيه هيبلغنا بيها اول ما تخرج. وجينا يوم الجمعه فضلنا منتظرين العربيه برضه العربيه ما خرجتش. جينا يوم السبت فضلنا منتظرين العربيه، جالنا تليفون من محمد عبد الهادي قال لنا العربيه اتحركت. فضلنا واقفين مكاننا لغايه المريض قال لي اتحرك العربيه قدامنا اهي. اتحركنا ورا العربيه لفت في الشارع مرتين، لفينا وراها مرتين. فجاه مره واحده العربيه وقفت، وليد قال لي اقف جنب العربيه. فجينا وقفنا جنب العربيه، وليد نزل من جنبي وضرب على العربيه، وكان في ورا ابراهيم وحازم وعبد الله وصبري نزلوا على العربيه ضربوا عليها. اسم الحركي ابو حمزه، التزمت سنه 2011. في الوقت ده اتعرفت على محمود محمد عبد التواب، وهو بدا يعرفني على طريق الجهاد وبدا يثقفني فيه. جاء محمد سلامه قال لنا ان في واحد اسمه وليد ومعاه مجموعته هيجيبوا لنا عربيه ربع نقل. بعد كده لما جابوها لنا عرفنا ان هم موتوا صاحبها وجابوها عربيه ربع نقل حمراء. بعد كده دهناها احنا انا ومحمود ومحمد سلامه، خلينا لونها ابيض. بعد كده جاوا بعديها بايام وليد وافراد من مجموعته قبل ما ياخدوا العربيه سلمناهم السلاح اللي معانا. اسم محمود محمد عبد التواب مرسي، واسم الحركه محمود رمضان. التزمت اني من صغري كنت مقتنع بالفكر السلفي، وبعد 2011 شاركت مع حزب النور في بعض الانشطه بتبدع عندنا في كفر صخره. بعد كده اتعرفت على محمد سلام علي، وبدا يكلمنا عن الجهاد، وعرفنا على محمد سعداوي، وانا جبت احمد سلامه، وبدا احمد سلامه يتكلم معانا عن الجهاد. وبعدها بكذا يوم قال ان في وليد، ان المجموعه بتاع وليد هي جايبين عربيه هيسرقها من واحد، قتلوه خد العربيه، وكلفنا انا واحمد سلامه ان احنا ناخد العربيه المصنع، وخد المصنع كلفنا ان احنا نرشها ونغير لونها من احمر لابيض. وبعد كده أمرنا محمد سلامة إن إحنا ندي سلاح لوليد، فدينا له السلاح وبعديها علشان يتم عملية حلوان. كذلك مشاركتهم عناصر ذلك التحرك تنفيذ بعض الحوادث الإرهابية الأخرى بنطاق جنوب محافظتي القاهرة والجيزة بلغت 19 حادثا، وكان أبرزها
استشهاد 4 أفراد من قوى كمين المناوات بالمنطقة السياحية بسقارة بالجيزة، استشهاد العميد علي فهمي رئيس وحدة مرور المنيب والسائق المجند وإشعال النيران في سيارته، استشهاد أمين شرطة أحمد فاوي من قوة إدارة مرور الجيزة بكمين المرازيق، السطو المسلح على مكتب بريد حلوان وسرقة مبلغ 82,000 جنيه، مقتل المدعو محمد فتحي علي زعير بدعوى تعاونه مع الأجهزة الأمنية، مقتل المواطن توبة عبد الملك بباوي وسرقة سيارته لتنفيذ حادث حلوان، إطلاق أعيرة نارية على القوات الأمنية بنطاق كمين المرازيق، استشهاد رقيب شرطة أحمد ناجي سيد من قوة إدارة مرور الجيزة بمزلقان كفر زهران. بتاريخ 6 الجاري كشفت المعلومات عن تواجد بعض عناصر تلك المجموعات بأحد الأوكار التنظيمية بمدينة رأس البر بمحافظة دمياط، حيث تم مداهمته لضبطهم، إلا أنهم بادروا بإطلاق النيران على القوات التي بادلتهم التعامل، وأسفر ذلك عن مصرع كل من وليد حسين، مصطفى طلعت ومحمد عبد الهادي، وعسر بحوزتهم على بندقية آلية وطبنجتين وكمية كبيرة من الذخيرة، كما أسفر التعامل عن إصابة كل من اللواء مصطفى أحمد مقبل نائب مدير أمن دمياط، أمين شرطة هيثم عثمان محمد عطية، مجند أحمد طارق مسعد، مجند عاصم عبد المنعم غازي بطلقات نارية، بينما تمكن المدعو محمد إبراهيم من الهرب، ولدى استيقافه بمعرفة أحد الأكمنة المعدة لضبطه قام بإطلاق أعيرة نارية تجاه القوات ولاذ بالفرار، وأسفر ذلك عن إصابة كل من أمين شرطة فريد عيد أبو زيد رزلان، رقيب أول عبد إبراهيم إسماعيل بطلقات نارية. تم تحديد بعض الأوكار التنظيمية بنطاق محافظتي الجيزة والدقهلية والتي تم استخدامها في إيواء عناصر التحرك وإخفاء الأسلحة المستخدمة، وباستهدافها عسر بداخلها على 9 بنادق آلية، 35 خذينة، وكمية من الطلقات لذات العيار، 6 طبنجات، كاتمين صوت، صدرين واقي من الرصاص، 16 أسطوانة غاز تستخدم هياكل للعبوات المتفجرة، كمية من البارود الأسود، 20 طبة حديد و3 عبوات محلية الصنع، جهازين لاسلكي عهدة الشهيد علي فهمي، دفترين خاصين بالإدارة العامة لمرور الجيزة، بطاقة وكرنيه عسكري خاصة بالشهيد الرقيب أحمد ناجي سيد، مجموعة من الملابس السوداء وأفرول مموه خاص بالقوات المسلحة، إضافة إلى أقنعة سوداء. وقد أثمرت جهود تتبع باقي العناصر الثابت تورطهم في تنفيذ العديد من الحوادث المشار إليها، عن رصد تردد أحد مسؤولي التحرك الهارب محمد سلامة محمود علي اسمه الحرقي أسد على منطقة المدافن الكائنة بمدينة 15 مايو واستهدافه، إلا أنه وحال استشعاره باقتراب القوات بادر بإطلاق وابل من الأعيرة النارية محاولا الهرب مما دفعها للتعامل معه، وأسفر ذلك عن مصرعه والعثور بحوزته على بندقية آلية وكمية من الذخيرة. هذا وتؤكد وزارة الداخلية عزمها المضي قدما لأداء واجبها في حماية الوطن والمواطنين والتصدي للعناصر الإرهابية التي تستهدف النيل من استقرار البلاد وزعزعة أمن مواطنيها.